قوات الحماية المدنية ببني سويف تبطل مفعول قنبلة تم زرعها بجوار فيلا أثرية. إذن مشاهدينا أمام حضراتكم عاجل، قوات الحماية المدنية ببني سويف تبطل مفعول قنبلة تم زرعها بجوار فيلا أثرية. المزيد من التفاصيل بينضم لنا على الهاتف الأستاذ عمر الشيخ المدير مكتب المصري اليوم. وأستاذ عمر برحب بيك معنا في الحياة الآن. أستاذ شريف إزاي حضرتك؟ تمام يا فندم. أستاذ عمر عايزين نعرف المزيد من التفاصيل عن هذا النبأ العاجل. أنا عايز أقول لحضرتك إن بعد الضربة الأمنية القوية اللي تم توجيهها لعناصر الجماعة الإرهابية عندنا في محافظة بني سويف وإلقاء القبض على 12 الخلية اللي قامت بضبط بمقتل أمناء الشرطة ببني سويف، عثرت قوات الأمن عندنا النهاردة في محافظة بني سويف على قنبلة عبارة عن قنبلة غاز ماركة بي أو تي. انتقلت قوات الأمن على الفور إلى منطقة بني سويف الفيوم الواقعة ما بين حي الأزهري وحي البشري. هذه الفيلا تعتبر فيلا من الفيلا أثرية ملك الدكتور مصطفى كامل الغمراوي. هذه القنبلة قسم المفرقعات أكد أن هذه القنبلة كانت عبارة عن قنبلة غاز، إلا أنه استطاعوا أن يبطلوا مفعولها وتم التحفظ عليها في مديرية أمن بني سويف. كان انتقل اللواء إبراهيم هدي. معلش أستاذ عمر بس عايز أتأكد منك، إيه هي درجة قوة هذه القنبلة اللي تم إبطال مفعولها؟ هي قنبلة عبارة عن قنبلة غاز كانت ملقاه بجوار الفيلا، وان احد المواطنين يدعى محمد ثروت حلمي هو الذي شاهد هذا. ابلغ مديريه الامن بان هناك جسم غريب موجود بجوار الفيلا دكتور مصطفى كامل الغمراوي. وصلتني الصوره، اذا هي قنبله غاز. بشكر حضرتك استاذ عمر الشيخ مدير مكتب المصري اليوم في بني سويف.